طيب حديث الضرير هو حديث عثمان ابن حنيف رضي الله عنه. الحديث صحيح وبينا معناه مش كده بكلام كثير جدا جدا نقلناه. الصوفية بيجيبوا في الحديث ده، ما احنا بينا لهم انه حديث الأعمى ده بيتكلم عن شنو بالفهم الصحيح، انه توسل بدعاء الرجل الصالح شنو الحي، لانه الأعمى جاء من بيته للرسول صلى الله عليه وسلم وكان الرسول حي وقال له يا رسول الله ادعو الله لي ان يرد عليه شنو بصر. الموضوع كان موضوع دعاء، انه طلب من الصالح الحي الدعاء. الصوفية قام عندهم زيادتين في الحديث ده، روايات جاءت فيها زيادتين، دي بيجيبوا فيها شبهات عشان يثبتوا لك انه الحديث ده ما للرجل توسل بدعاء الرجل الصالح الحي، انه الحديث ده قالوا بيشتغل انك تتوسل بالميت برضه، عشان كده جابوا شبهتين والزيادتين اللي حنناقشها اسع. والشبهتين ديل جابوا واحد صوفي مسلط في كل التطيب في جامعة الجزيرة، كان مناظرة بينه وبين أخونا شيخ شهاب ورد عليه والحمد لله، فجابوا الشبهتين ديل وركز عليهم شديد هم بجيبهم. أيوة الزيادة الأولى، الزيادة الأولى زيادة حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي فساق إسناده من رواية شعبة وزاد في آخره وإن كانت لك حاجة ففعل مثل ذلك، رواه أبو بكر بن أبو طيب أبي خيثمة. الزيادة وين؟ وإن كانت لك حاجة ففعل مثل ذلك. قالوا معناته الكلام ده أي زول داير حاجة الليلة برضو يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اللهم أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، هسه تعمل الكلام ده، لأنه قالوا في زيادة للحديث ده وإن كانت لك حاجة فافعل فذلك. أها رواه أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه فقال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة به قال شيخ الألباني. طيب الزيادة دي يا جماعة زيادة ضعيفة ما صحيحة. ليه؟ لأنه حماد ابن سلمة تفرد، هو الوحيد الروى الزيادة دي، يعني تفرد بها حماد ابن سلمة رحمه الله. طيب وخالف فيها بتفرده هذا رواية شعبة، وشعبة هو أجل من روى هذا الحديث، أجل من روى هذا الحديث حديث الأعمى هو من يا جماعة شعبة رحمه الله. فالزيادة فيها وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك، ما في أحد من الرواة جاب أبدا إلا منه حماد بن سلمة، فحماد بن سلمة هنا عارض بها رواية شعبة، وشعبة أعظم وأجل وأوثق وأعدل في رواية الحديث من منه من حماد بن سلمة. وفي قاعدة إنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ده بضعف رواية شنو الأقل توثيقا، بتكون روايته ضعيفة. ده كلام مجمل، بعدنا إلى تفصيل العلماء أقرأ. قال شيخ الألباني رحمه الله تعالى وقد أعل هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الجليلة بتفرد حماد بن سلمة بها ومخالفته لرواية شعبة وهو أجل من روى هذا الحديث، وهذا إعلان يتفق مع القواعد الحديثية ولا يخالفها البتة. وقول الغماري في المصباح بأن حمادا ثقة من الرجال الصحيح وزيادة الثقة مقبولة، غفلة منه أو تغافل عما تقرر في المصطلح أن القبول مشروط بما إذا لم يخالف الراوي من هو أوثق منه. قال الحاجب في نخبة الفكر والزيادة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ.
وخلاصة القول. طيب قبل خلاصة القول يعني شنو الكلام ده؟ سهل الكلام ده سهل. عندكم حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده الركن الأول، وإقام الصلاة الركن الثاني، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، ده الخمسة. جراوي ثاني قال ذكر الخمسة ذيل الحج والصيام وكذا لحد الحج والصيام، قال وبر الوالدين، في زيادة ولا ما في زيادة؟ العلماء يجيبوا الحديث ذا فيه خمسة أركان وذاك فيه ستة، ذا في ركن زايد. بيشوفوا راوي الحديث ذا وراوي الحديث ذا، إذا كان راوي الحديث بتاع الستة أقل توثيقا من راوي الحديث بتاع الخمسة، بيجعل رواية صاحب الستة ده شاذة، والشاذ قسم من أقسام الأحاديث الضعيفة، وبيجعل رواية صاحب الخمسة محفوظة يعني صحيحة. فهمتوا يا جماعة؟ فهنا شعبة ما جاب الزيادة دي، فإن كانت لك حاجة مفعل مثل ذلك، وهو أجل من روى هذا الحديث، وهو أوثق من منى جماعة حماد بن سلمة. حماد بن سلمة جاب زيادة، يبقى زيادة حماد بن سلمة ماله شاذة يعني ضعيفة، ورواية شعبة ما فيها الزيادة دي اسمها شنو؟ محفوظة يعني صحيحة. جيد. عبد الله الغماري ده صوفي، هو يعلم يعني عنده شوية علم في المصطلح، زي الكوسري والجماعة المجار مدير يعني الصوفية اللي بيأصلوا للصوفية ونزعلوي المالكي اللي بيشيلوا منهم ناس حميد بابكر الشبهات والشركيات، وذاك اسمه السقاف برضو، لا ذيل ما تبع ناس احمد داود وحميد بابكر، ذيل تبع ذيل ضنب. الأصل وين؟ الأصل عند ناس السقاف الناغش والألباني، وعند ناس علوي المالكي، وعند الكوسري، وعند عبد الله الغماري الزكا وعبد الرحمن حامد، ذيل كلهم صوفية، هم اللي بيأصلوا للناس ذيل. فهمت الحتة دي؟ هم اللي بيضع لهم الشبهات والكتب وفي قولهم في النت، ديك بيشيلوها بيقروها وبيجيبوها لك. انت تقال لك حقين ان السودانيين ده اللي بيحفظوا حاجة ولا بيألفوا حاجة؟ ما بألفوا اي حاجة، بيشيلوا من ديك بس. فالغماري قام عشان يطفي الحقيقة دي، ان الرواية بتاعت حماد بن سلمة الزيادة ضعيفة، قام قال الكلام ده. قال حماد بن سلمة ثقة وهو من رجال الصحيح، وزيادة الثقة مقبولة، ده الكلام اللي قاله عبد الله الغماري الصوفي. قام الشيخ الألباني يرد عليه، قال فعلا زيادة الثقة مقبولة صح، لكن بشرط. الشرط ده الساو عبد الله الغماري بيعرفه، لكن ده الساو. الشرط شنو؟ زيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف من هو أوثق منه. فإذا خالف من هو أوثق منه فزيادته شاذة، ومن خالفه الرواية شنو؟ محفوظة. فهمت يا جماعة؟ يبقى الموضوع ده داير علم ولا ما داير علم؟ داير علم يا إخوان. إذا كان زي الغماري وغيره من الصوفية علماء يبينوا ضعف الحديث وإنه ما صحيح، تاني يمشي يبحث عشان يقوي الحديث. ليه؟ التعب ده كله ليه؟ عشان يأصل الشرك للمجتمع يا جماعة. فإذا أنت ما بتقدر كطالب علم وداعي سلفي تزيل الشرك من الأمة الليلة إلا بالعلم، والعلم داير له تعب زينا. ما تقعد تضيع زمنك النهار كله تيتك 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 تيتك، وشايل معاك البتاع اسمه شنو يا باشمهندس؟ باور بانك، شايله معاك وجاربه وكري معاك عشان الموبايل لأنه حيقطع، وأنت ما تضيع زمنك، أقرأ الكتب دي وأتعب. ونقل كلام ابن حجر في نخبة الفكر من أعظم الكتب في المصطلح: والزيادة مقبولة ما لم تقع، يعني زيادة الصغة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. ده الشرط، ده الشرط هنا. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله شنو؟ الشاذ. وده الحصل في هذه الرواية. وخلاصة القول، وخلاصة ده تلخيص للكلام تاني. أيوة. وخلاصة القول إن الزيادة لا تصح لشذوذها، ولو صحت لم تكن دليلا على جواز التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم،
لاحتمال أن يكون معنى قوله فافعل مثل ذلك يعني من إتيانه صلى الله عليه وسلم في حال حياته. النقطة الأولى قال لك الزيادة غير صحيحة لأنه يعني شاذة. النقطة الثانية قال لك لو فرضنا إنها صحيحة منو قال لهم معنى وإن كانت لك حاجة مثل ذلك وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك معناته إنه بعد موته. منو قال كده في الرواية ما في بعد موته. بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ربما معناها إن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك. الرجل عمل شنو؟ جل النبي حي ولا ميت؟ حي. خلاص إذا حصل لك حاجة تاني أنا حي تعلي تاني عشان أدعو ليك تاني الله وتتوسل بدعائي بالطريقة اللي وريتك لهذا الموضوع ده إذا قلنا صحيح ذاته. نعم. لاحتمال أن يكون معنى قوله فافعل مثل ذلك يعني من إتيانه صلى الله عليه وسلم في حال حياته. في حال حياته زي ما جاء في حال حياته. أيوة. وطلب الدعاء منه والتوسل به والتوضؤ والصلاة والدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به والله أعلم. والله ده كلام متين يا أخوانا كلام متين وكافي وشافي.